أجل إن شاء الله راجع يوم الجمعة العصر. إن شاء الله إذا ما منعني مانع أو حبسني حابس أبنط عندك عصر الجمعة مثل الجني. بسم الله عليك الحبس الجني. أقول جهزتي أغراضي كلها؟ إي نعم، بعد ترى حطيت لك حليب وشاهي وكوفي وكليجة بعد. وليه كلفتي على نفسك؟ الشباب متقضين أغراض تكفين أسبوع مو بيومين. ولو مو يوسف العبد الله اللي يروح يدود ريدينا. يعطيك العافية، مع السلامة. مع السلامة. من متى هالدوخة جايات يوبا؟ من قمت الصبح يوبا وزادت علي عقب الغداء. ما تشوفين شر وانا بوت. بالنسبة للزواج يا العنود يوبا لا تخافين من شيء، اللي ما تبينه اتحتيه اشري لي، بس انا اتحته تحت من بقايل. انت لا يهمك ادامي حي، ان شاء الله ان شاء الله اي واحد فيهم يقول كلمه طرديه حتى اخوانك. الله يخليك ويطول عمرك. هو مو بقصور باخواني، بس احس كاني هم على قلوبهم ويبون يزيحونا باي طريقه. عاد من زين هالزوج اللي جابوه لك يا الله من فضلك. ما صدقنا وحنا نخلص منه بطلايب ومحاكم وحب خصوم للناس عشان تكمنه. لو اكبر مني ب 25 سنه ومتزوج ومطلق الثانيه، يبون يزوجوني اياه بس لان بينهم وبينه بزنس. خسريهم بس. وانا بوس بو شاعر قال حميدان الشواعر الله يرحمه، شاعر حكيم يقول لا جاء ثور يخطب بنتك اضرب رجله وقل له دف، والله ما يساوي ملكتها ولا يساوي قرع الدف. ياخذ بنتك من بيتك ويذوقها جوع وحب، ان سلمت من ضربه بيده ما سلمت من بوب وتب. تسلم يوبا. زين تبي شيء؟ لا سلامت. بس وين تبين يا ابوي؟ وين تبي تروحين؟ بروح اخذ لي مسكن وانسدح، يمكن تروح الدوخه شوي. جد العيال ودهم يروحون البقاله يشترون. رغد العيال ودهم ولا انت جودت؟ ها كلنا انتظري لين يجي ابوك. لا يا عمه ابوي بيتاخر، انت روحي معنا الله يخليك. وانت بعد وانا ابوك العنود ورا ما تروحين معهم تاخذين عصير تمشين تغيرين جو؟ اي بس تشترون بسرعه، واذا قلت لكم يلا نمشي يعني يلا. فاهمين كلام عمتكم؟ اي فاهمين. ها بس انتبهوا لكلام عمتكم تراها دايخه، لا تزعجونها. ان شاء الله ان شاء الله. جد يلا سياره، روحي السياره. ها يبا تبي اجيب لك شيء معي؟ سلامتك يبا، بس تاكد ان الجوال معك وانا بوت. ان شاء الله. بابا انا ابغى فلوسها فيها بنزين. ان شاء الله.